السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا بس حبينا انه نشوف انه نستطيع ناخذ البوست. اوكي، يبقى علينا شو؟ احنا هنا ما نحتاج انه نعمل ريتيرن للبوست، لكن نحتاج نعمل فاريبل. تتذكرون فاريبل اعملها للبوست؟ هذا الفاريبل ممكن امررها مع الفيو، صح؟ يعني اقول له انه حيكون with، لاحظوا بهذا الشكل اقول في شيء راح اسمه بوست اللي هو يمثل لي الفاريبل بوست فقط، تمام؟ اذا هذا حيقوم بتمرير هذا في داخل هذا الفيو، فهذا الفيو حيكون جاهز انه يستقبله. كيف نجعل الاندكس هنا؟ هذا نحذفه، نحتاج انه احنا نعملنا مثلا سوري at for each، وهذا ال for each لمن؟ احنا اللي بيجينا من صاحبنا شو هو؟ اللي بيجينا من صاحبنا هو البوست، تمام؟ بس اكيد احنا راح نعمله بصيغة جمع لانه هو مجموعة بوستات وليس بوست واحد. فاللي بيجينا هو هذا ال variable، تمام؟ فنجي نقول له انه هذا ال variable تعامل معها كبوست في داخل هذه البوستات. بعدين احتاج انه اظهرها، خلينا نشوف close this one، خلينا نشوف هنا شو الاشياء اللي ممكن نظهرها بشكل لعق. هذا table، هذا forum، nav bar، alert، progress bar، container. ممكن نظهرها على شكل panel. طيب خلينا نظهر على شكل بانل. هذا البانل باللون الازرق، انا احب اللون الازرق جدا جدا. برايمري، نجي على this one، كان نجي على الكود نعمله بهذا الشكل، تمام؟ ف راح يعمل لي بانل لكل واحد منهم، تمام؟ طيب انا شو اللي راح اضيفه هنا؟ أنا راح اجي اقول مثلا طبعا في البوست انت في شنو عندك؟ هذا البوست اللي اجاك على شكل اوبجكت، صح؟ اجاك على شكل اوبجكت. هذا البوست فيها السبجكت، الفيرست نيم، اللاست نيم، وبادي، ولا لا 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 الى اخره. فممكن هنا انا اقول هذا التايتل، التايتل ممكن اختار فيها السبجكت، تمام؟ السبجكت يعني هنا انا اجي اقول له لاحظ انا محتاجة جدا مثلا البوست، طبعا هذا لازم متغير. اوكي this one، this one. اوكي في داخل كل عنصر هو اوبجكت، هذا الاوبجكت عنده سبجكت، تمام؟ لان هذا البوست اللي بيجينا بيجينا على شكل الاوبجكت الاول، الاوبجكت الثاني، الاوبجكت الثالث، تمام؟ الاوبجكت الاول فيها ايضا عناصر داخل، فانا بستخدم هذه العناصر اللي موجوده في الداخل. هذا هو السبجكت، تمام؟ كتايتل. هنا أنا يقول لك بادي، مش محتاج انه احنا نضع البادي الموجود فيها، بس ممكن نختار مثلا الفيرست نيم واللاست نيم، تمام؟ يعني في البادي ممكن انا اعمل بهذا الشكل لايك ذس، واعمل هنا أنا مثلا ناقص واعطي مسافه اخرى. اوكي هذا يكون first name، وهذا حيكون last name. خلينا نعمل هنا لحظة قبل أن نعمل save هذا. اوكي so لازم نوقف ال for each، صح؟ اذا نكتب هنا at end for each، تمام؟ خلينا نعمل save نجي نعمل هنا ريفرش. اوبس ديفاين فاريبل بوستس. اوكي يمكن في الفيو، في الفيو اي دونت ثينك هنا عندنا مشكله. هذا هو الفاريبل فيو از ا بوست، دولار بوست، دولار بوست فيرست نيم لاست نيم، تمام؟ ونوقف في ال for each.
غريبة. آه هذا S with posts. تمام. تتا لاحظ PHP أحمد عيسى، جافا محمد عيسى، لارافيل علي عيسى. حلو 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 ويا حلو. طيب هذا حلينا مشكلته، لكن اكو شيء اخر هنا ممكن مثلا في البليد نعملها مثلا في الاعلى، مثلا نكتب هنا H1 ونكتب عليه posts. تمام. هذا كلاس الميد اي ثينك مش شغال، كونتينر نعمل له سيف. حلو، نجي نعمل هنا الريفرش. اوكي الان اصبح شويه منسق اجمل. بي اتش بي هذا احمد عيسى، جافا محمد عيسى، لارافيل علي عيسى. تمام. اذا في عندنا اكثر من بوست موجود معنا اليوم. يا هلا يا هلا. التايتل ايضا يحتاج اعمله اتش 2 مثلا حتى يظهر كشكل. هذا اصلا اتش 3. اوكي التايتل اصلا بها اتش 3 H2. والبادي، البادي ديف ممكن ايضا نعمله H2. هذا ناخذ كات بيست سيف. تعال اوكي لاحظ ظهر بشكل يعني قدم محمد عيسى. اي ثينك لو احنا نخلي الاسم فوق في الاعلى والموضوع في الاسفل مش هيك؟ يعني يكون صاحب البتاع. هذا ممكن ناخذ كات ونضعها هون، وهذا ممكن نعمل له كات ونضعها هون سيف. عم فايز تبديل الاماكن. اوكي احمد عيسى، احمد عيسى جافا لارافيل والى اخره. طيب حال احنا عملنا البوينتس، ممكن ايضا تضيف شيء اخر وياه. على سبيل المثال انت في عندك الفيرست نيم لاست نيم، البادي مش حنضيفها معاها، البادي حيكون لما نعمل عليها كليك ويذهب لمكان معين. بس ممكن انه انت تعمل شيء يعني هنا أنا خلنا نشوف. طبعا هذا ويل ممكن ايضا تستخدمه حسب. لحظة هنا جروب list groups buttons. اوكي هذا label، في عندنا label ايضا ممكن ناخذ label. لاحظ هنا label primary secondary. راح ناخذ مثلا الwarning او الdanger. ناخذ هذا الspan، هذا الspan ممكن نضعها في ايضا البادي في الأسفل بيكشي إسبان. الدانجر حنغيرها ب مثلا في البوست أيضا بيجي معاها created underscore at. تمام سيف. خلينا نشوف. look at this جد حلو. يظهر هنا في الأسفل created، يعني بيقول لك إنه هو تم عملها في هذا التاريخ. طبعا ممكن هنا أيضا تكتب created at، يعني لو حبيت بهذا الشكل نقطتين. أوكي وهذا تعطي بيناتهم هذا الشكل. الآن لما تعمل refresh حيطلع لك created at موجود فيها like this. شو أنا ممكن أكبرها أكثر حتى تظهر لك. لاحظ created at. الله كم أنت جميل. طيب هذا this is 100%. هذا بالنسبة كيف احنا نسترد البوست. في شيء اخر ممكن نضيفه هنا. لاحظ هذا السكشن اللي هو for each احنا بكله بيعمل لوب في داخله. في حالة ممكن نعمل فيها شرط معين، يعني مثلا في حالة دائما يكون هناك بوست ما هي الاجراءات. نقدر نقول if، لاحظ at if، ونفتح قوس ونقول احسب
كاونت. كاونت لمين؟ للبوست اللي انت بتجيبها. بوستس اللي انت بتجيبها، هل هذه البوستس هي اكبر من صفر؟ اذا كانت اكبر من صفر اذا قم بالتنفيذ، تمام؟ زين، اذا لم تكن ما هي الاجراءات؟ طبعا ما بينفع نعمل هذا الاقواس المجموعه، مجرد انه احنا نكتب هنا مثلا at and if، هذه الطريقه هي الاف تستخدمها في البليد. الالس مجرد في النص تعمل at وتكتب هنا else، اوكي، في حال اذا كان موجود ريكورد بتطلعها، في حال اذا غير موجود else، تمام. ال else ممكن 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 نستخدم فيها، يعني خلينا نشوف شو الاشياء الموجوده هنا، ممكن نستخدم فيها warning، تمام، ولون احمر مثلا، اوكي. ممكن ناخذ هذا الديف نرجع لموقعنا بهذا الشكل. هذا ايش راح نقول هنا؟ نمسح هذا ونكتب هنا مثلا no posts، اوكي، بهذا الشكل. نشوف هنا شو هو اللي بيعمله بشكل كيف راح يكون. طيب اذا لما نجي على هذا، بهذا الشكل. هذا فقط لما يكون else، لما ما يكون عندك اي post بيظهر هذا. كيف راح استخدمه هذا else؟ اقول لك cut if اذا البوست اكبر من صفر معناته تقوم بتنفيذ هذا، جميل، ما عندك مشكلة، حيقوم بتنفيذ كل هذا. هنا انت عندك end section وهنا end for each انتهي، تيجي تحطه هون، يعني هو حينفذ هذا، لكن في حالة انه ما وجدها خلاص else اظهر لي هذا الموجود، بعدين وقف ال if فقط، هذا end للsection. هذا ممكن اعمل كت وظيفه هون لان هذه الديفز عايده للاعلى بهذا الشكل، اوكي. وايضا هذه البوست، اوكي، تمام تمام تمام، مثل ما تلاحظون، اوكي. اذا كان الكاونت البوست اللي انت بتجيبه فيها اوبجكت اكبر من صفر خلاص، اذا انت فور ايتش وهذا الكلام اللي احنا ذكرناه اند فور ايتش، لم يكن معناته انه صفر else اظهر لنا هذا الكلام انه ما في post موجود حاليا. and if and section save، نجي نشوف ماكو اي مصايب احنا عملنا وراء الكواليس، هيا بنا. اوكي، so ليش البوست طلع بهذا الشكل؟ يمكن المشكله بهذولا. هذا لو اجي اعمل x وضعها هون واعمل save، تعال اعمل refresh، تمام، اوكي. فاذا لم يجد بوست خلاص يكون صفر، تمام، يكون صفر. خلينا نجرب اذا جينا على الكنترولر مثلا، نعمل ريتيرن باراميترز مثلا البوست، نعمل انذر فاريبل بوست 1، اوكي، امبتي string، هذا نجي نقول له posts 1 posts 1 save. خلينا نجي هنا نكتب له ايضا posts 1 posts 1، هذا ايضا نعمل له control z control z، هذا مش محتاج، فقط اكتب هنا 1، اعمل save refresh، اوكي، لانه هو اكتشف انه في ما في عندي post 1. هذا لازم اكتب عليه 1 ايضا، هذا 1، كله لازم اغيره الى 1 هنا أنا. اوبس، حتى يكون مشابه الفاريبل اللي يجي من الكنترولر. خلينا نعمل هنا سيف، نعمل هنا ريفرش، انفاليد سبلاي تاج فور، اوكي،
ليش بوست؟ طيب ليش سيف؟ I think هذا يمكن ده يتصرف كنمبر. خلينا نشوف. هنا نعمل له سيف وهنا نعمل له اس باس اس باس باس. اوكي هذا زيرو. اعمل سيف. اوكي invalid argument supplied for each. اوكي لحظة لحظة اكو مشكلة. هذا ال for each I don't think انه راح يشتغل لانه فيها بموضوع ال posts. نجي نعمل هنا سيف. خليني نتأكد الان. اوكي لاحظ هنا عندنا ال posts رجع فارغ. اوكي if count posts اصغر من صفر do this else اوكي and if. طيب لو كتبنا هنا أنا مثلا على سبيل المثال h1 hello جامعنا هنا save refresh hello okay ليش like this إذا كان empty string. Still showing hello. إذا كان ال count more than zero طلع hello. Or else if and else. خلينا نحل المشكلة وارجع لكم. اوكي رجعنا لكم. كانت المشكلة هنا أنا. لاحظ لما عملتها بهذا الشكل save لما اعمل refresh لاحظ بيظهر لي hello بينما لما اجي اعملها هالشكل اوكي واجي اعمل refresh لاحظ بيقول لي oh no posts try again مثلا for example. طبعا هذا ممكن ايضا تحذفه. اذا هذه هي كانت المشكلة فقط. خلينا نرجع لي كما كان سابقا. اوكي and هذا posts اوكي save عفوا I think راح يطلع لنا error لانه الكنترولر فيها مشكلة. هذا لو مسحنا like this save الآن أتصور راح يرجع مرة أخرى. تمام هذه البوستس اللي احنا عملناها. اوكي so this one index لو جينا عملنا بهذا الشكل حتى الألارم أيضا يظهر. خلينا نشوف. لاحظ هنا يطلع لي oh no post try to submit again. إذا كان البوست أصغر من صفر هنا أكبر من صفر فبيرجع لك قيمة. تمام لاحظ بيرجع لك القيم اللي موجودة بها. طيب الحالة هذا هو السكشن. جينا عملنا if وبنضع فيها الكاونت للبوست إذا كانت هي أكبر من صفر وبعدين بنجي نعمل في داخلها for each
للposts كpost. واجي هذا البوست استخدم الفيرست نيم لاست نيم والى اخره من سبجكتس وامور اخرى. بعدين اجي اعمل اند لهذا الفور ايتش. بعد ذلك اذا كان فيها مشكله else بيطلع لي هذا، ان لم تكن فيها مشكله طبعا بيطبق لي الحاله الاولى. احنا عندنا الاند اف والاند سكشن. حوقف هنا انا نلاحظ هنا سيف، حوقف هنا انا خلينا نتاكد انه اخر شيء تمام. تمام اوكي، ونلتقي بكم الدرس القادم. مع السلامة.